لجميع الفرق المتسابقة، ممثلون ومخرجون ومؤلفون ومبدعون. أهلا بالحضور جميعا، كل باسمه وصفته. اليوم لن نطيل عليكم بالتقديم، وسندع المسرحية تقدم لنا حضرموت، المكلا، مكلا الثقافة، مكلا الإبداع، البحر والقارب والربان والسفينة. مسرحية اليوم في برنامج اليوم السادس للمسرح الوطني في ختام الفعاليات، في ختام فعاليات المسرح الوطني مارس 2020، إرادة الانتصار، من تأليف خالد سعيد مدرك وإخراج فاطمة ناصر مرجان. الممثلين: غالب محمد بافطين، الأمير الظافري، سالم عمر مصيقر، النوخذة، أفراح محمد جمعة خان زوجة النوخذة، أحمد جمعة محروس في دور شيخ القرية، رياض أحمد بن حترش قائد الجند، مبارك سالم بن عاقلة القائد البحري للسلاح، محفوظ علي باجوبير الجندي البرتغالي، عمر سعيد مجلد وكيل الزاد، جلال عوض محوقص النوخذة اثنين، وجدي باغريب أحد البحارة، محمد غالب بن علي جابر في دور أحد أبناء القرية، فضل سالم باتنباك في دور أحد أبناء القرية أيضا. فريق عمل المسرحية: نجوى أمين السويس، رشيد ميمون بوزيد، سالم باحسين، أحمد عبد العزيز قنيزع، محمد نجيب، زكية فرج مرجان، حسن عرفات. المهام: مؤثرات صوتية، نجوى أمين السويس مؤثرات صوتية، رشيد ميمون بوزيد هندسة صوتية، سالم باحسين إدارة مسرح، أحمد عبد العزيز قنيزع ديكور، محمد نجيب توزيع موسيقى، زكية فرج مرجان أزياء، حسن عرفان الراوي، الفرقة الراقصة جوهرة الخيصة. كما هو أيضا الرقصات: فرقة جوهرة الخيصة بقيادة طارق باكثير، الديكور أحمد عبد العزيز قنيزع، الملابس زكية فرج مرجان، الموسيقى رشيد ميمون، المؤثرات الصوتية والريبورتاج نجوى أمين السويس. وندعوكم الآن مع المسرحية لتشاهدوها. قال تعالى في محكم كتابه: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. اشتهر أهل حضرموت وخاصة أهالي الحامي منذ أقدم العصور بالملاحة البحرية، فقد أدوا دورا كبيرا في ميدان النشاط الملاحي والتجاري الذي شكل عمادا اقتصاديا مهما لحضرموت. وقد عاش في قرية الحامي خيرة الملاحين الذين كانوا عماد الملاحة البحرية الحضرمية، وفي مقدمتهم النوخذة الشيخ سعيد بن سالم بطائع. وكان أهل هذه القرية على قلتهم يملكون أسطولا تجاريا من السفن الشراعية قدر بأكثر من 50 سفينة عابرة للمحيطات. وكان أهل الحامي يسيرون الخط التجاري القديم بين الشحر والهند والخليج وشرقي وجنوبي أفريقيا. ولقد تعرض أهل الحامي للقتل والإغراق والاختطاف والإحراق والاسترقاق على أيدي البرتقاليين ثم الهولنديين، ولكن لم تلن لهم قناة. وفيهم قال الشاعر الشعبي سالمين بن عمر بن مسلم الشحري بن مسلم قال بالناظور خايل ساعيه نتخت من زنجبار وسطها شبان لما يحسبون التاليه يطعمون الحلو قار. بن مسلم قال بالناظور خايل ساعيه نتخت من زنجبار
وسطها شبان لما يحسبون التالي يطعمون الحلو قال بن مسلم قال بالناظور خايل ساعي ما اتخذ من زنجبار وسطها شبان لما يحسبون التالي يطعمون الحلو قال أبا سالم، ما لي أراك اليوم فرحاً مرحاً بشوشاً، هل من أمر أسعدك وجعلك بهذه الحال؟ اجلسي يا أم السعد، اجلسي. أبشرك يا زوجتي العزيزة، لقد جهزنا سفينتنا الميمون للقيام بالرحلة البحرية. آه يا أبا سالم، ستذهب وتتركني أسيرة القلق والحزن. لابد وأنك تعلمين جيدا أن البحر مصدر رزقنا. أعلم يا أبا سالم، ولكني مع كل رحلة تذهب فيها إلى البحر أجلس أعد الأيام وهي تمر علي وكأنها سنين يا أبا سالم. يا أم السعد، يا أم السعد، دعي عنك هذه الهواجس والخوف والقلق. لا أقدر، لا أقدر يا أبا سالم، فكلما ذهبت إلى البحر يذهب قلبي معك، يذهب قلبي معك، أفهمت؟ وفوق ما تواجهونه من أهوال البحر تواجهون الغزاة البرتغاليين. نعم هذا صحيح يا أم السعد، خاصة وسفنهم الغازية بدأت تظهر أطماعهم. إذن يا أبا سالم ما قلته لك صحيح، وهذا يزيد من خوفي عليك. برأيك هل نخاف ونستكين في ديارنا ولا نركب البحر؟ لا لا يا أبا سالم، لم أقل هكذا، ولكن يا أبا سالم يقال الحذر ولا الشجاعة. نعم يا أم السعد، الحذر ولا الشجاعة، وهذا أكثر وقت نكون فيه حذرين وشجعانا أيضا ولا نستكين. الخوف يجعلنا مترددين، لقد جابهنا الكثير والكثير، ومرت علينا في البحر أهوال وأهوال، ولكنها لم تجعلنا نولي الأدبار، بل زادتنا إصرارا على اقتحام الأهوال. قل لي يا أبا سالم، أصحيح أن البرتغاليين أغرقوا السفن وأحرقوا البعض؟ ويقال يا أبا سالم أن هناك جرت عملية اختطاف واسترقاق، أهذا صحيح؟ آه يا أم السعد، آه، لقد فعل القراصنة ما هو أفضع وما لم يخطر على بال. إذن يا أبا سالم هذا يدعوني أن أمنعك من الخروج إلى البحر. تمنعينني؟ أخاف عليك، أخاف عليك يا أبا سالم، أخاف أن يتم أسرك أو حتى قتلك. الأعمار بيد الله يا أم السعد. ونعم بالله، ونعم بالله يا أبا سالم، وما هو مكتوب سيحدث، فثقي بالله ثم بزوجك، أسري
لن يتم. الحمد لله. لكن قتلي قد يكون. تقتل؟ تقتل يا أبا سالم؟ إذا أنت خارج ومميت النية للمواجهة مع القراصنة يا أبا سالم. كفى يا أم السعد، كفى. من أجل أرضي وعرضي لن تبحر مراكب الغزاة في بحري، ولن تدوس أقدام القراصنة تراب أرضي. فدمي فداء لوطني يا أم السعد. لقد أفهمتني. نعم لقد أفهمتني يا أبا سالم. ماذا عساي أن أقول الآن؟ فهمت يا أبا سالم، فهمت. نعم إذن يا أبا سالم اذهب، اذهب يا أبا سالم في حفظ الله ورعايته، ويحفظك الرحمن. اذهب يا أبا سالم، اذهب يا أبا سالم رافع الرأس. نحن على أتم الاستعداد أيها النغلة. إبحارنا هذه المرة يختلف عن إبحارنا في المرات السابقة. كلكم يدرك مخاطر البحر، وهذه المخاطر تزداد وتتعاظم مع قدوم الغزاة البرتغاليين. صدقت أيها النغلة، وأظن أنكم سمعتم الأخبار والأقاويل التي
يتم تداولها هذا اليوم في قرية الحامي. أقاويل؟ نعم. وما هي هذه الأقاويل؟ يقال إن أحد الشيوخ في قرية الحامي توسط لدى ملاك ونواخيد السفن لنقل النجدة إلى الأمير مرجان الظافري حاكم عدن، بعد التواصل مع سلطان الشحر محمد بن عبد الله الكثيري، وحثهم على الإسراع لنجدة أهالينا في عدن الذين يواجهون الحملات العسكرية البرتغالية التي تريد السيطرة على عدن واحتلالها. هكذا إذن؟ نعم. يا قائد الدفة. نعم يا نغلة. أدر الدفة نحو مدينة عدن. أنت. نعم أيها النغلة. اذهب الآن إلى شيوخ قرية الحامي وأبلغهم أننا جاهزون في التو والحال للإبحار إلى شواطئ مدينة عدن. هيا. أين القائد البحري للسلاح؟ أنا حاضر وجاهز يا نخده، ورجالي على أتم الاستعداد، ولكن ماذا أيها القائد؟ لا نملك البارود وتنقصنا المدافع، ولدينا فقط 2 من البنادق، واحد منهما معطوب والثاني بالكاد يطلق. لكن عدن مليئة بالسلاح، ومن أسلحتنا أيضا المناورة والمفاجأة. إذن هي المغامرة. تدرنا المقاومة. هيا. دايمين دايمين تلم على دايمين. العاصفة من وراء البحار قادمة. ماذا حدث؟ عاصفة. أية عاصفة هذه؟ ألم تشاهد البحر؟ نعم. ألا ترى أمواجه ساكنة؟ إنه السكون التي تعقبه الأمواج العاتية. لقد هبت الرياح. لقد هبت الرياح. الله أكبر. ارفعوا الأشياء. ارفعوا الأشياء. الله أكبر. يا رب ساعدنا يا رب. يا ربنا.
الناس، أيها الناس، أيها الناس، كما تعلمون إن هذه الحرب فرضت علينا، إن كان ولا بد من خوضها فنحن أهلا لها، لم نعتدي على أحد ولم نغزو بلد أحد ولم نسلب أرض أحد، كنا وما زلنا رجال بحر، سالمنا الغريب وهبينا لنجدة الغريق، لم نكن يوما دعاة حرب أو قتل، أتانا قراصنة الغدر، في المرة الأولى أقبلوا مسالمين والثانية مهددين، أما الثالثة والتي نعيشها مهددين، فهل نستسلم لهم؟ لا، بل مقاومون. نعم مقاومون، سيكون شيوخ البلدة رؤوس الحرب في نحورهم، وسأكون أنا وسأكون وسيكونون مشروع شهادة، لن نتراجع ولن نلين، لن نتراجع ولن نلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا ولن نتراجع، لا ولا يمكن نلين، عرضنا بندافع بنتحر المعتدين، لا ولن نتراجع، لا ولا يمكن نلين، عرضنا بندافع بنتحر انني افتقدك، انني افتقدك،
يا ترى إلى أين ستصل بنا الأحداث؟ إلى أين؟ وإلى أين سينتهون الغزاة البرتغاليون؟ بإذن الله سينتهون إلى الهزيمة. إلى الهزيمة وما النصر إلا من عند الله. يا قائد الجند. نعم مولاي. حدثنا عن الحالة الأمنية في عدن. الحالة الأمنية جيدة يا مولاي، والوضع الأمني مستتب، ويجب أن نشكر إخواننا الحضارم ونجدتهم المكونة من أهل الحام والشحر وقبائل الحموم والمهرة، كما يجب أن نشكر القبائل المحيطة بعدن التي هبت لنجدتنا يا مولاي. بارك الله فيهم جميعا. وهل اكتملت جميع التحصينات الدفاعية لعدن، خصوصا حصون صيرة وحصن جبل حقات؟ نعم مولاي، أكملت جميع التحصينات ولله الحمد. وهل رصدت عيون رجالك أي تحركات مشبوهة على ساحل عدن أو السواحل القريبة الأخرى؟ نعم مولاي، وأحمل لك خبرا مهما وخطير. لقد رصدت عيون رجالنا الساهرة داخل عدن وخارجها وصول القبطان البرتغالي لوبوس هورز، وقد أرسل رسوله إليكم. وأين هذا الرسول البرتغالي؟ إنه في مكان آمن وينتظر السماح له لمقابلتكم، ويقول إنه يحمل رسالة من قائده إليك يا مولاي. أحضره حالا. سمع وطاعة يا مولاي. ترى ماذا تحمل هذه الرسالة؟ أيها الرسول البرتغالي، ماذا تحمل رسالة القبطان لوبوس هورز؟ الرسالة تحمل مطلب القبطان لوبوس هورز، تسليمكم مدينة عدن. سلموا عدن تسلموا من قصفنا ودمارنا. تريدني أن أسلم عدن؟ خسئت أيها الجندي، وخسئ وخاب قبطانكم الأرعن، ووالله ثم والله لولا أننا نتحلى بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا التي تمنع قتل الرسل لكنت قتلتك شر قتلة على تهديدك هذا. ارجع إلى قائدك وقل له لن نسلم عدن مهما بلغت التضحيات ومهما دفعنا من أثمان. أيها القائد أعد هذا الرسول البرتغالي إلى قائده. أيها الجن أعدوه إلى قائده. أيها القائد، علينا أن نكون مستعدين لأي طارئ،
سأخرج لأتفقد بنفسي النجدة الحضرمية وكل السفن الحامية لها وكل القبائل التي هبت لنجدتنا. لن نسمح أن تطع أقدام الغزاة أرضنا، وسنجعل سفنهم تعود من حيث أتت. هيا بنا. إنهم هم، لقد وصلوا. أيها الناس، أيها الناس، لقد وصل النوخذة سعيد أبو سالم، ووصل طاقمه وسفينته الميمون سالمين بحمد الله. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، لقد وصل النوخذة سعيد أبو سالم. أيها الناس، لقد وصل النوخذة ووصل طاقمه وسفينته الميمون سالمين بحمد الله. أيها الناس، حمد لله على سلامتكم. الحمد لله. حمد لله على سلامتكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لقد عدنا جميعا، كل السفن التي أرسلت إلى عدن عادت سالمة بعد أن أمنت عدن ودحرنا البرتغاليين. حمدا لله على سلامتكم أيها النوخذة. فنحن هنا نبشركم أنه على الرغم من القصف والشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الأهل والعرض، فقد ولى البرتغاليون الغزاة مدحورين. كان يجب أن تكون أعيننا مفتوحة، فهؤلاء البرتغاليون خداعون ولا يأمنهم أحد. وإذا ما عادوا الكرة مرة أخرى فنحن لهم بالمرصاد. يجب أن نكون حذرين ويقظين، فهؤلاء الغزاة سيكررون فعلتهم مرة أخرى. ونحن لهم بالمرصاد، ونحن سنلقينهم درسا أقصى من الدرس الأول. أحسنت يا شيخ، أحسنتم. أيها الرجال، أيها البحارة الأبطال، خذوا قسطا من الراحة، عودوا إلى أسركم وتفقدوا أحوالهم. ربما فرض علينا الأمر من جديد، وإن عادوا عدنا وأبحرنا وحمينا أرضنا وسواحلنا. لن ترهبنا العواصف ولن يخيفنا الإعصار، وإن عاد الغزاة نحن لهم بالمرصاد. فمن أجل أعراضنا سنقاوم، وعلى أرضنا لن نساوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هيل يا الله، هيل يا الله، هيل يا الله، هيل يا الله. تاريخنا يبقى لنا هزلتك
حقنا وحظ البحر سحلنا. الحمد لله توفقنا وحظ البحر سحلنا. والنصر دايم ينصرنا ما دامنا في طوع خالقنا. ما دامنا في طوع خالقنا. من مكة محيط الدروب يا سالم.